مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. كشفت شركة تونسية للبنك أن نتيجها البنكية الصافي ارتفع بنسبة 26.5% مع موفى ديسمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ليبلغ 598.7 مليون دينار وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأضافت الشركة في بيانات نشرتها على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس أن ودائع الحرفاء ارتفعت مع موفى 2019 بنسبة 15.96% مسجلة زيادة بنحو 1014.5 مليون دينار. وأوضحت أن هذه الزيادة تعود إلى خدمة الودائع مدى الحياة التي تطورت بنسبة 9.02% أي ما يعادل 217 مليون دينار، والإدخار الذي تطور بنسبة 8.9% أي بزيادة بنحو 248 مليون دينار، والودائع إلى أجل التي ارتفعت بنسبة 45.5% مسجلة زيادة بنحو 457 مليون دينار. صرح نور الدين المناصري رئيس الاتحاد الوطني الجزائري لوكالة العقارية أن تكلفة البناء ستشهد استقرارا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لسنة 2020، يليها انخفاض بنسبة 5% في الثلاثية الثانية من السنة الحالية، وعلل ذلك بأن أغلب المشاريع التي بصدد الإنجاز ستكون جاهزة في الوقت المحدد تزامنا مع إطلاق مشاريع عقارية جديدة مقررة لسنة 2020، مما سيساهم في انخفاض تدريجي لأسعار العقارات في السوق الجزائرية. عرفت مدينة طنجة في السنوات الأخيرة إضافة عدة أوراش كبرى مع افتتاح عدة مصانع، الشيء الذي وفر مناصب شغل عديدة سواء لحاملي الشهائد العليا أو المتحصلين على دبلومات تقنية وغيرهم. وهذا جعل الإقبال يزداد على اقتناء سكن لائق، إذ تجد الطبقة المتوسطة نفسها مجبرة على شراء الشقق المندرجة ضمن السكن الاجتماعي عن طريق اللجوء للقرض من المؤسسات البنكية. لكن عملية الشراء تعرف في بعض الحالات العديد من الإكراهات يكون طرفاها الشخص المشتري والمؤسسات العقارية. قدم مجمع سوبال الرائد في مجال تجهيز المطابخ والحمامات في تونس هويته المرئية الجديدة، وذلك خلال حفل انتظم مؤخرا بصفاقس بمناسبة تجميع مجموع شركات المجمع تحت شعار جديد. وتعتبر شركة سوبال منذ تأسيسها سنة 1981 على يد السيد محمد رقيق أحد أهم الشركات التونسية الفاعلة في السوق. كما تتميز سوبال بقدرتها على تشغيل قرابة 1000 عامل في هذا القطاع ومواكبتها للتطور التكنولوجي والتصاميم الحديثة لمختلف منتوجاتها التي أصبحت تتنافس مع أهم الماركات العالمية. أشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني بقصر المعرض بالكرم على تدشين الدورة 29 لمعرض تونس للأثاث والذي تنظمه شركة معارض تونس الدولي بالتعاون مع المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث والجامعة الوطنية للخشب والأثاث. وتنتظم هذه الدورة من 24 جانفي إلى 2 من فيفري 2020. هذا وأكد سليم الفرياني أثناء جولة قام بها بين أجنحة المعرض على أهمية هذه التظاهرة التي تلعب دورا هاما في التعريف بالمنتوج التونسي واكتشاف آخر الابتكارات في مجال صناعة الأثاث، مشيرا إلى أن هذا المعرض يحتل المرتبة 9 عالميا من بين أفضل المعارض في العالم. ومضيفا أنه من المتوقع تسجيل حضور أكثر من 100,000 زائر من مختلف الجهات. نهاية نشرة الأخبار، دمتم في أمان الله.